احكي معك بموضوع مراكز الأمير علي للواعدين. هذا المراكز اللي كانت منتشرة وأنت كنت مدير فني بفترة من الفترات، الآن ماذا جرى لها؟ هي متوقفة منذ عام 2019 على ما أعتقد. نعم، في الحقيقة يعني مراكز الواعدين أو مراكز سمو الأمير علي للواعدين هو كان مشروع وطني، يعني مشروع وطني بامتياز، كان الهدف منه نشر اللعبة في كافة محافظات المملكة. كما تعلم أنه كانت كرة القدم محصورة في محافظة أو محافظتين في الأردن، وكانت الرؤية أنه كيف ننشر كرة القدم بكافة محافظات المملكة، وبالتالي تم العمل على مشروع وطني يشارك فيه أكثر من جهة، سواء اتحاد كرة القدم اللي هو الراعي الرسمي، وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية، وزارة الصحة، والعديد من الرعاة. هذا المشروع يعني أنشأ بسنة 2000، وحقيقة كان له إنجازات كبيرة على الصعيد المحلي، وكان مدعوم بطريقة يعني جيدة. بقي هذا المشروع يعمل لفترة طويلة حتى 2019، وكلنا كنا يعني حقيقة مبهورين بحجم النتائج اللي حققها، لأنه كان مشروع تراكمي عمل فيه العديد من الخبراء، يعني جيل سلم جيل من الخبراء، إلى أن وصل إلى مرحلة الذروة. وأعتقد أنه في فترتها حصلنا على العديد من الجوائز، جوائز الآسيوية، وحضرتك كابتن مهند كنت يوميتها في الاتحاد وكنت أتابع هذا الموضوع، سواء معي أو الكابتن عصام أو الكابتن خالد عوض الله يرحمه في كان يعمل في هذا المجال. إلا أنه في سنة 2019 حصل بعض المشاكل اللوجستية وبعض المشاكل، خلينا نحكي في الرؤية، يعني استغربنا لها في هذا الجانب. المشاكل اللوجستية اللي هي الدعم المادي، العديد من الشركات الراعي انسحبت من هذا المشروع وأصبح الدعم ضعيف جدا، وأيضا القائمين على المشروع في الجانب الإداري أصبحت رؤيته من هذا المشروع أنه غير مجدي، وأنا أستغرب يعني بهذا التفكير. نعم، كان ينتج لاعبين على مدار العام. نعم، بدون مبالغة كابتن، إذا أسماء اللي موجودة بالمنتخبات الوطنية وبالأندية، نعم، بنسبة 99% هي من مراكز الأمير علي للواعدين. نعم، لأنه استطاع أن يغطي كافة محافظات المملكة، فأنتج لاعبين بمستويات عالية، لأنه كان المشروع يهدف إلى لاعبين تلعب كرة قدم ومواهب تكتشف من كرة القدم. نعم، فعندما تتعامل مع 1500 لاعب في كافة محافظات المملكة، كان من الطبيعي أن يظهر لديك 100 أو 200 لاعب في مستويات عالية. نعم، يمثل الأندية. الجانب الآخر يعني صحيح في جانب مادي أصبح عائق أمام استمرار مراكز الواعدين، هذا دور الاتحاد في تأمين، يعني في توجيه المال، بدل ما هو يروح هنا، هذا منتج قوي جدا وله الأولوية بندعمه. نعم، بس إجوا قائمين قالوا أنه هذا مش أولوية، شابلوه، مع أنه هلأ عم نتغنى بيزن انعامات أنه عم نحط صورته مع الله يرحمه الكابتن الجوهري.